حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه ان عائشه رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وان قلت وكان اذا صلى صلاه داوم عليها